جرج اسكندر الشهير بنبيه سلام، شاعر الثورة وشاعر الميدان وممثل شباب القبطي في التحالف بإذن الله. المركز المؤتمر لتدشين التحالف وإعلانه، ده نمرة واحد، وإعلان إن مصر محتاجة لدماء جديدة، مصر محتاجة لدماء جديدة، مصر محتاجة لشباب يقود البلاد، مصر محتاجة لشباب يشرع، مش محتاجة لإخواننا اللي كانوا قبل كده بيفصلوا القوانين. محتاجين تشريع قوانين جديدة، قوانين تحمي حقوق المواطن، قوانين تحمي حقوق الفقراء، قوانين تحمي الأرض اللي بتتنهب، قوانين تحمي اقتصاد البلد اللي بيسرق. احنا النهاردة هذا التحالف مبني على أسس قوية ومتينة، وهي أننا إذا ما وصلنا إلى مجلس النواب سنقوم بتشريع قوانين، أولها العلاج بالمجان لكل أفراد الشعب في المستشفيات، حتى في المستشفيات الخصوصية ومستشفيات الشرطة والمستشفيات العسكرية، لأن الشعب اللي بيدفع ضريبة، الشعب اللي بيدفع ضريبة، الشعب اللي بيدفع من عرق وكده ضريبة، المفروض ياخد حقه في التعليم كامل، ياخد حقه في الصحة كاملة. ليه؟ هو اللي دافع اصلا ثمن المستشفى ومرتب الدكتور، بيروح المستشفى الحكومي ما بيلاقيش مكانه، بيلاقيش علاجه، بينبوه في الشارع. ده اول حاجة، اصدار قانون علاج المواطنين في جميع مستشفيات مصر، حد بما فيها المستشفيات الخاصة او السبع نجوم اللي هي المستشفيات الاستثمارية، الفنادق اللي معمولة للاغياء، لان ده اللي عمل تفرقة بين الشعب المصري، عمل طائفة وطائفة، عمل فئة غنية ترفع حتى وهي في المستشفى، ترفع هي حتى وهي بتموت، وفئة وهي حية محتاجة علاج ما بتلاقيش العلاج، ما بتلاقيش ترفيه. شكرا جزيلا.